تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. هذا وطلع معالي الدكتور أيمن الصفدي سعادة وزير الخارجية على نتائج اللقاء التشاوري الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان أمس بين وزراء الخارجية في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، استكمالا للاجتماع الذي عقد في جدة يوم 14 من إبريل الماضي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، من أجل إطلاق محادثات تستهدف الوصول إلى حل للأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254 ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية في سوريا، وصولا إلى حلول تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق للأمن والسلام والاستقرار والازدهار.